مسابقة الشهداء الرمضانية للعام 1434 للهجرة، الحلقة العاشرة. ولد الشهيد في العام 1972 لأب كان يعمل معلما بالمرحلة الثانوية. تلقى تعليمه الأولي والثانوي بالمملكة العربية السعودية، ثم التحق بكلية الهندسة جامعة أم درمان الإسلامية. عمل أمينا عاما لاتحاد طلاب جامعة أم درمان الإسلامية. استشهد في 30 من أغسطس من عام 2002. السؤال: ألف، أذكر اسم الشهيد كاملا. ب، كم عدد شهداء المسلمين في غزوة مؤتة؟ مسابقة الشهداء الرمضانية برعاية منظمة الشهيد الاتحادية، الصالة الذهبية، منتزه المجرن العائلي، شركة أماروس للاستثمار المحدودة، شركة سوق قطرة للتسويق والمقاولات السودانية، شركة المجرن العقارية، شركة التقطير الوطنية. رصدت جوائز قيمة للفائزين: الجائزة الأولى عمرة إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثانية ثلاجة 10 قدم، الجائزة الثالثة تلفزيون ب3 أبعاد، الجوائز من 14 لابتوب أو جهاز كمبيوتر، الجوائز من 11 مصحف إلكتروني. تسلم الإجابات مجتمعة إلى مقر قناة وإذاعة طيبة بعد عيد الفطر المبارك.